السلام عليكم طلاب الصف السادس الأحياء ومحاضرة الثانية من محاضرات علم الأحياء. ووصلنا في هذه المحاضرة إلى تركيب الخلية البكتيرية. نانا أدنى ثلاث مكونات أو ثلاث تراكيب الخلية البكتيرية اللي هي غلاف الخلية والسيتوبلازم واللواحق. جدار غلاف الخلية يتكون من جدار الخلية والغشاء البلازمي. السيتوبلازم يتكون فقط من منطقة نووية ورايبوسومات، ليس هناك وجود لأي عضيات غشائية. اللواحق هي الأصوات والأهداب والأهلاب الجنسية. هنا نبدي درس جديد اللي هو الخلايا حقيقية النواة وتعريف الخلية حقيقية النواة، وهي الخلية التي تمتلك نواة حقيقية وتوجد في ممالك عوالم الطليعيات والفطريات والنباتات والحيوانات. إذن هناك اختلاف عن الخلايا بدائية النواة، أنه هذه تمتلك نواة حقيقية، وبداية النواة تمتلك نواة ليس لها غشاء أو غلاف نووي، وهنا تمثل عوالم الطليعيات والفطريات والنباتات والحيوانات، بينما بداية النواة تمثل فقط عالم الحيوانات البدائية اللي هي البكتيريا والطحالب الخضراء المزرقة والمايكوبلازما. وهنا حقيقية النواة يوجد في سيتوبلازم العضيات الغشائية كالميتوكوندريا وجهاز جولجي وغيرهم من العضيات، بينما العضيات الغشائية غير موجودة في بدائية النواة. هنا عندنا تختلف أحجام أو أشكال خلايا حقيقية النواة، فقسم منها لها شكل ثابت وتتخذ أشكال عديدة، منها الكروية والهرمية والأنبوبية وغيرها. والبعض الآخر من خلايا حقيقية النواة ليس لها شكل ثابت، أي شكلها يكون متغير، مثل الأميبا والكريات الدم البيض. هنا يمكن أن عدنا تعليل، يمكن أن يعزى التغير في الشكل الخلايا إلى الوظيفة التي تقوم بها، فغالبا ما يكون للخلايا شكل يلائم الوظيفة. إذن هذا عدنا تعليل مهم بالبكالوريا، لماذا هناك تغير في شكل الخلايا؟ نقول الجواب هو الشكل يلائم الوظيفة التي تؤديها الخلية. وأغلب خلايا حقيقية النواة تكون صغيرة الحجم وتحتاج إلى استخدام المجهر لرؤيتها، إلا أنها من دون شك أكبر من شنو بداية النواة. وعموما تحتاج الخلية إلى مساحة سطحية هي الغشاء البلازمي لتستطيع من خلاله القيام بعمليات تبادل المواد مع محيطها بشكل ملائم. نجي هسه هنا مما تتألف الخلايا حقيقية النواة. تتألف من جدار الخلية، وجدار الخلية هذا الموضح إياه بالرسم، والغشاء البلازمي والسيتوبلازم، أو جدار الخلية والسيتوبلازم والنواة. تتكون إذن جدار الخلية والغشاء البلازمي في الخلية النباتية من الجدار الخلوي والسيتوبلازم والنواة. هذا في الخلايا طبعا النباتية. أما بالخلايا الحيوانية يوجد فقط غشاء بلازمي يحيط بالسيتوبلازم والنواة. هذا هو تركيب الخلية النباتية، واضح جدا أمامنا. هذا الجدار الخلوي والغشاء البلازمي وجهاز جولجي وبلاستيدات خضراء توجد فقط في الخلايا النباتية، وميتوكوندريا والسيتوبلازم أيضا، وحبيبات نشا وفجوة كبيرة، والشبكة البلازمية الداخلية ونواة ونوية، وعندنا الشبكة البلازمية الداخلية الملساء وحويصلة جولجي ورايبوسومات. إذن هذا هو شكل مخطط للخلية النباتية، هذا طبعا مطلوب، بينما
الشكل الآخر المجسم هو للإطلاع فقط، هذا ما ممكن رسمه من قبل الطلاب. نجلس على موضوع جديد اللي هو جدار الخلية أو والغشاء البلازمي. جدار الخلية والغشاء البلازمي اللي هو هسه أخذنا إحنا قبل شوية بالرسم. جدار الخلية يقتصر طبعا قلنا وجود جدار الخلية على الخلايا النباتية فقط، وهو يتمثل بجدار خارجي سميك يحيط بمكونات الخلية ويغطي الغشاء البلازمي الذي يقع على الداخل منه. جدار الخلية وظيفته يحقق الحماية والإسناد للغشاء البلازمي والسيتوبلازم. هسه ما هي مكونات جدار الخلية أو مما يتركب جدار الخلية؟ يتركب من ثلاث طبقات، هي الصفيحة الوسطى والجدار الابتدائي والجدار الثانوي. الحقيقة أكثر مرات يجيبون من بكالوريا فراغات عن جدار الخلية مكوناتها، يعدد لك قسم منهن ويعطيك واحدة هي المفقودة، فيجب هذا حفظه بصورة جيدة جدا. هسه نجي ما هو التركيب الكيميائي لجدار الخلية. جدار الخلية تركب كيميائيا من السليلوز في الخلايا الفتية، وتضاف له إلى مادة الخشبين أو اللجنين في الخلايا المتقدمة بالعمر. نجي هسه موضوع جديد اللي هو الغشاء البلازمي. شنو تعريف الغشاء البلازمي؟ وهو غشاء خلوي يحيط بالسيتوبلازم في الخلايا بداية النواة وحقيقية النواة، يعني هذا موجود في كلاهما بداية النواة وحقيقية النواة، ويتمثل بغشاء رقيق وهو نصف ناضح وهو لا يرى بالمجهر الضوئي، لأنه يمكن رؤيته بالمجهر الإلكتروني. ويتركب الغشاء البلازمي كيميائيا من طبقتين من الجزيئات أو الشحوم المفسفرة مثل ما نشوف بهذا الشكل، طبقة خارجية وطبقة داخلية، وكل طبقة هذه تحتوي على طرف أليف للماء وطرف نافر للماء. بين هذه الطبقتين طبعا تتخللهما جزيئات بروتينية، هذه تتحكم بمرور المواد مثل ما نشوفها بالرسم، مواد من خارج الخلية تدخل إلى داخل الخلية، تنفتح من أحدى جهاتها الخارجية ثم تنطبق على وتدفعها للداخل إلى أن تدخل. هذه هي جزيئات الشحوم المفسفرة، طبقتين وبها طرف أليف للماء وطرف نافر للماء. وهسه عندنا موضوع جديد اللي هو السيتوبلازم. طبعا السيتوبلازم جزء الخلية الذي يقع بين الغشاء الخلوي بين الغشاء الخلوي والنواة، يتمثل بمادة معقدة تتكون من الماء 80% والبروتينات 15% وما تبقى منه 5% فقط شحوم وسكريات وأملاح متنوعة. يحتوي السيتوبلازم على العديد من العضيات الخلوية والتي تمثل تراكيب حية في السيتوبلازم، ويحتوي على مكونات غير حية متمثلة بالجسيمات تتكون نتيجة لنشاط عضيات الخلية. إذن وظيفة السيتوبلازم هي احتوائه على عضيات الخلية طبعا، والوظيفة الثانية له يعطي الضغط الانتفاخي للخلية. الضغط الانتفاخي قصدون بيعطي هذا شكل الخلية اللي إذا نشوفها قد تكون دائرية يعطيها شكلها، أو مربعة أو مكعبة أو غيرها من الأشكال. نجي هسه عندنا موضوع جديد اللي هو الشبكة البلازمية الداخلية. هذا شكل الشبكة البلازمية الداخلية، هي تتمثل بنظام شبكي مترابط من النبيبات والحويصلات، نبيبات وحويصلات ترتبط بالغشاء البلازمي في مناطق معينة ومع الغشاء النووي في مناطق أخرى.
تمثل الشبكة البلازمية الداخلية موقعا لصنع الدهون والكربوهيدرات والبروتينات، واكتسبت اسمها نتيجة لتفرع وتشابك تفرعاتها مع بعضها. ويمكن أن تقسم الشبكة البلازمية الداخلية إلى قسمين، هي الشبكة البلازمية الداخلية خشنة وشبكة بلازمية داخلية ملساء. ده نشوف هذا بالرسم، الشبكة الخشنة اللي تحتوي على الريبوسومات، هاي النقط الصفراء، بينما الشبكة البلازمية الداخلية الملساء لا تحتوي على الريبوسومات. نيجي هسه نقول علل لماذا تسمى بالشبكة البلازمية الداخلية الخشنة بهذا الاسم. الجواب هو احتوائها على حبيبات صغيرة أو أجسام صغيرة تسمى بالرايبوسومات. طبعا الرايبوسومات احنا نعرف منذ الصف الأول المتوسط أنها مراكز أو مواقع صنع البروتين في الخلية، تكون ولهذه الشبكة اللي هي الخشنة دور فعال في بناء البروتينات، وأيضا تعمل على نقل المواد إلى داخل الخلية، تعمل إلى نقل المواد إلى داخل الخلية وبشكل خاص إلى أجسام كولجي، كما تعمل كشبكة هيكلية للمادة البينية للسيتوبلازم، شبكة هيكلية للمادة البينية للسيتوبلازم، أيضا هذه تعطي للسيتوبلازم أو للخلية شكلها. هسه نجي لماذا سميت هاي الثانية بالشبكة البلازمية الداخلية الملساء، قلنا لعدم احتوائها على الريبوسومات، تكون لهذا تكون أغشيتها ملساء، أيضا هذه تعمل على نقل المواد إلى داخل الخلية وكشبكة هيكلية للمادة البينية السيتوبلازم، وتقوم الشبكة الملساء أيضا بدور مهم في إزالة تأثير السموم لبعض السموم والأدوية المخدرة، وهي تمثل مواضع لبناء وتجميع الشحوم لغرض خزنها، ولذلك فهي تكثر في خلايا المبايض والخصا والغدتين الكظريتين، حيث تقوم بإفراز الهرمونات السترويدية. إذن هنا عندنا تعليل لماذا تكثر الشبكة الملساء في خلايا المبايض والخصا والغدتين الكظريتين، لأنها تقوم بإفراز الهرمونات السترويدية. وشكرا لكم على المتابعة، وإلى اللقاء في محاضرات جديدة.